السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. وزير التربية والتعليم يعتمد خطة البعثات والمناهج الدراسية لجميع متفوقي المدارس الحكومية والخاصة. السفارة الفلسطينية في مملكة البحرين تكرم الفنان الراحل سلمان زيمان. انطلاق النسخة الثانية من برنامج ترابط للقاء المسؤولين مع فئات المجتمع. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خطة البعثات للعام الدراسي 2020-2021، وذلك في ضوء ما رفع إليه من الجهة المختصة بالوزارة، حيث شملت الخطة توفير 2485 بعثة ومنحة دراسية، بحيث يحصل جميع الطلبة المتفوقين الحاصلين على 90% فما فوق على بعثة أو منحة دراسية. وبهذه المناسبة دعت إدارة البعثات والملحقيات الطلبة المتفوقين خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 من المدارس الحكومية والخاصة والحاصلين على معدل تراكمي بنسبة 90% فأكثر والراغبين في التقدم للتنافس على بعثات ومنح الوزارة لهذا العام إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أو زيارة موقع الحكومة الإلكترونية لاستكمال إجراءات التسجيل للبعثات. هذا وأكد الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنه نتيجة للظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الاحترازية ومنها تعليق الدراسة الصفية والاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية في الفصل الثاني من العام الدراسي المنصرم، فقد قررت الوزارة أيضا تعليق العمل بالاختبارات الخاصة بالبعثات الدراسية والاكتفاء بالاعتماد على المعدل التراكمي كمعيارا للتنافس على البعثات حاليا. وأضاف الشروقي أن الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي 95% فما فوق سوف يحصلون على بعثات دراسية، أما الحاصلون على 90% إلى ما دون 95% فسيحصلون على منح دراسية. تنظم إدارة التربية الرياضية والكشفية بوزارة التربية والتعليم 6 دورات تدريبية عن بعد عبر المنصة الإلكترونية تيمز، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 أغسطس الجاري لفائدة 169 من معلمي ومعلمات التربية الرياضية من جميع المراحل الدراسية. يقدمها مجموعة من التربويين المختصين، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستدامة العملية التدريبية بالاستفادة من الوسائل الرقمية التفاعلية. هذا وتشمل الدورات دورة تدريبية في العروض الرياضية للمعلمات إلى جانب دورة تدريبية في العلاج الطبيعي للمعلمين، إضافة إلى دورة تدريبية في استراتيجيات التعليم والتعلم لمادة التربية الرياضية. كما سيتم تنفيذ دورة في أخلاقيات المهنة في الرياضة المدرسية إلى جانب دورة تحكيمية في الكرة الطائرة. كرم سعادة السيد طه عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين في مقر السفارة الفلسطينية بالمنامة الفنان البحريني الراحل سلمان زيمان المعروف بلقب عاشق فلسطين. التفاصيل في التقرير التالي. نظراً إلى أعماله الفنية الملتزمة تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه، كرمت السفارة الفلسطينية لدى مملكة البحرين الفنان البحريني الراحل سلمان زيمان والذي عرف بلقب عاشق فلسطين، وذلك بحفل تكريم بمقر السفارة الفلسطينية. لا أجد في هذا اليوم الكلمات لرثائه هذا الرجل الذي أعطى وقته وعرقه من أجل البحرين واسم مملكة البحرين، هذا الفنان العروبي الذي يحترمه الجميع ليس على مستوى مملكة البحرين والخليج فقط، إنما على مستوى العالم العربي أجمع، حيث وصل صوته الشجي إلى كل أنحاء الأمة العربية.
وجاء حفل التكريم بحضور عائلة الفقيد ممثلة بنجله وشقيقه وأعضاء من اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني في مجلس النواب وطاقم السفارة. وفي كلمة عائلة الفقيد أكد شقيق الفقيد خليفة على حب شقيقه الراحل لفلسطين واعتزازه بالقضية الفلسطينية، مذكرا ببعض من أغانيه وألحانه لفلسطين والقدس. أشكر سعادة السفير على تقديره وتكريمه للفنان الراحل سلمان زيمان، واللي قدم مثال للمواطن البحريني في حبه للشعب الفلسطيني ووقوفه مع القضية الفلسطينية. هذا شيء مغرب على سفارة فلسطين، وإن شاء الله إن شاء الله هذه وعد منا كلنا اللي ربنا علينا أخونا سلمان، حبنا لقضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، بأن نستمر في الدفاع عن هذه الأرض لأنه حق. وعدد السفير الفلسطيني مناقب الفنان الراحل زيمان الذي رحل في 23 من الشهر الماضي، مشيدا بحبه لفلسطين ووفائه للقضية الفلسطينية وعطائه الغنائي الفني الذي سيظل راسخا في الذاكرة، نابضا بالمعاني القيمة العروبية والقومية التي كانت تجري في دمه، مؤكدا أن الفنان الراحل زيمان سخر صوته وفنه من أجل دعم القضية الفلسطينية، مؤمنا بأن الفن يرتقي بالإنسان وفكره. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تستكمل الحلقة الثانية من سلسلة محاضراتها المرئية. بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامج التفاعلي ترابط، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية إطلاق النسخة الثانية للبرنامج، وذلك انطلاقا من رسالته الهادفة إلى تعزيز الوعي بالمشاركة السياسية من خلال حوارات تجرى عبر تقنية الاتصال عن بعد بين عدد من المسؤولين الحكوميين وشريحة كبيرة من فئات المجتمع كافة. بعدما تأكد لمعهد البحرين للتنمية السياسية بحسن مخرجات النسخة الأولى من البرنامج التفاعلي ترابط وتحقيق الأهداف المرجوة منه، سارع المعهد إلى تمهيد الطريق أمام انطلاق الطبعة الثانية من البرنامج، انطلاقا من حرصه العميق على تفعيل وتنشيط مبدأ الشراكة المؤسسية مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل رفع مستوى وعي المواطن وزيادة نسبة إدراكه لأهمية المشاركة في الحياة السياسية بأشكالها كافة. برنامج ترابط الذي تم التعريف به ومنح فرصة المشاركة فيه من قبل الجمهور عبر فتح باب التسجيل أمامه فور زيارته للموقع الإلكتروني الخاص بمعهد البحرين للتنمية السياسية، يجيء متوافقا مع رؤية الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، إذ صمم البرنامج ليشمل على حوارات مباشرة بين نخبة من المسؤولين وفئات المجتمع ككل عن طريق تقنية الاتصال عن بعد للحديث عن أهم المنجزات والمبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية، إلى جانب ذكر الإسهامات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات الرسمية لدعم الخطة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا كوفيد-19. برنامج ترابط برنامج يحقق أهداف أعتقد الحكومة كلها تنشدها، وهو الإبراز دور المؤسسات والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتوعية المجتمع البحريني بدور كل مؤسسة، وهذه لتحقيق المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة. نرحب إن شاء الله إحنا اليوم جميع المستمعين اللي بيكونون ويانا في البرنامج. مساحة رحبة يوفرها برنامج ترابط لمختلف المسؤولين الذين سيطلون من خلال نافذته على كل راغب ومهتم بالاطلاع على أبرز إنجازات مؤسسات الدولة متنوعة الاختصاص والدور الذي تقوم به، إلى جانب تسليط الضوء على أهم التشريعات والقرارات المعززة لأهداف المشروع التنموي الشامل. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.
أقامت جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع نظيرتها الكويتية الملتقى الإلكتروني الأول حول تأثيرات كورونا على حقوق الإنسان والاقتصاد، وذلك بمشاركة نخبة من البرلمانيين والحقوقيين والخبراء المختصين، حيث افتتح الملتقى الدكتور عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية. وتنوعت جلسات الملتقى حول عدة محاور، منها حقوق الإنسان في ظل كورونا تبعات وتأثيرات، والحق في الصحة والتعليم في زمن كورونا، والقيود على الحق في التنقل ومدى تماشيها مع متطلبات العهود الدولية، وتشريعات واجبة لتعزيز حقوق الإنسان عقب الجائحة. وأخيرا تطرق الملتقى إلى قطاعات هزمها كورونا تحتاج إلى بدائل. استكملت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الحلقة الثانية من سلسلة المحاضرات المرئية مع نخبة المتخصصة من الخبراء في مجال علوم الفضاء في ثاني سلسلة نقاش ضمن مبادرة سبيس توك، حيث تم استضافة أليسا كارسون رائدة فضاء تحت التدريب ومستكشفة مستقبلية لكوكب المريخ من الولايات المتحدة الأمريكية. قدمت خلال المحاضرة نبذة عن تجربتها الشخصية التي خاضتها في مراكز ومعسكرات وكالة ناسا منذ أن تم اختيارها كأصغر مشاركة من ضمن سبعة متدربين لمهمة استكشاف كوكب المريخ، والذين سينطلقون في رحلة للكوكب الأحمر في عام 2030. ولقت المحاضرة إقبالا كبيرا من المهتمين بعلوم الفضاء عموما ومن فئة الناشئة والشباب من داخل البحرين وخارجها، وقد تجاوز عدد المشاركين 80 مشارك ممن أبدوا تفاعلهم المستمر مع المتحدثة، وذلك من خلال المبادرة بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تعكس شغفهم بعلوم الفضاء وتطلعهم لمعرفة مجالاته المختلفة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وتتابعونا في السادسة غدا. المحافظة الجنوبية تستمر في حملتها سلامتكم في الصيف. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.